الداخليه كما كنصحوا يوميا. السيد الوالي رسالتنا واضحه، الرساله السلام عليكم. تشكركم وتشكروا الحضور ديالكم. هاد الناس تعدوا علينا بزاف، راه عاطينا 14000 ريال، راه ماشي فلوس. الاخوات كاملين، راه ماشي غير انا، كاملين مظلومين. تيردوك من هاك ولهاك وعاطينك 4 السوايع، راه ماشي ماشي انسانيه هذه عند هاد الناس. تنقولوا دولتنا غتهلا فينا، تنقولوا واش من القدام غادي نتحسنوا؟ حنا غادي نغلور. تردوك من هاك ولهاك، والخدمه عندنا مضوبله. احنا في الطبخه، احنا في النظافه، احنا في الجفافه، احنا تعرفوك غير في تماره وفي الخدمه. ما كاينش يقول لك اش خاصك ولا اش ناقصك، واش مريضه، واش خاصك، واش واكله، واش شاربه، واش مريضه، واش حتى حاجه ما كاينه. واش هذا ظلم؟ واش هذه انسانيه؟ هادشي راه ماشي معقول. تنقولوا احنا مغاربه، راه شي تيتهلا في شي، ولكن لا، كاين غا الظلم، كاين غا المنكر، راه شي تياكل في شي، راه اللي غلب عليك ياكلك، اللي تغلب عليك ياكل لك حقك. هادشي اللي كاين، راه حقنا ضايع. تنقولوا الحقوق الحقوق، ما كاين حتى حقوق والو، كاين غا المنكر والظلم. اللهم إن هذا منكر، حسبي الله ونعم الوكيل في الظالمين. هاد الوقفة هادي اللي ربما خرجناها بها في بيان ديالنا وهذا البرنامج النضالي، على أن الشركات يعني سوتريتونس اللي كتعامل مع هاد العمال، مع هاد حراس الأمن الخاص وعاملة النظافة، من بينهم يعني شركة يعني الأفضع والفضيحة الكبرى ديال شركة مرجان، اللي ربما يعني هاد الفضيحة كتمثل يعني في الأجرة ديال 700 درهم، فهذا لا يعقل. فهذا ثمن ديالاش؟ واش ديال المراحل المؤسسات؟ واش ديال الاقسام؟ الى قسمنا 700 درهم على درهم لكل قسم ما غاديش توصل ل 700 درهم. في اطار ديال تطبيق القانون، حنا كناديو في تطبيق القانون في المدونه الشغل. هاد الناس هادو تيخدموا 4 السوايع وفي الصالير ديالهم 13 درهم فاصله 50 لكل عامله كتعطينا 28000 ريال. هاد الناس هادو بغضون الشركه السابقه كان كيعطيهم 1000 درهم. حنا تغاضينا على هذا المشكل وناقشناه يعني مع المدير ديال لاسينيساس ومدير الاكاديميه، وتمادوا فيه وتخلصوا فيه الناس ديال المده ديال 3 سنوات، واليوم كتعطى 700 درهم. فهذا لا يعقل. فمن هذا المنبر يعني كناديو الناس المسؤولين، لان هناك متنفذين مسؤولين كيتاجروا بهاد العمال هادو بهاد العاملات في اطار ديال اقتصاد الريع. السلام عليكم، تنشكركم. حنا خويا تنطالبوا بحقنا، تنطالبوا بحقنا، راه حنا ضايعين بزاف بزاف. كنتمحنوا حنا مع 14 عام هادي وحنا خدامين والو. شركه تلتلو حنا شركه، شركات والو. مع 14 عام هادي وحنا خدامين والو، شركه تلتلو حنا شركه. ما هو هذا منكر؟ تلتلو حنا شركه لشركه، راه ما عاطيانا الشركه، عاطينا 14. اش نديروا بهاد 14؟ انا كاريه ب 20، اش ندير انا ب 14؟ أن نشري منها الدقيق، نكيل منها، نشري منها لوليداتي، اش ندير بهاد 14؟ والو، ما كافياناش. حنا كنطالبوا بالحق ديالنا، وكنطالبوا بالتعويضات ديالنا، يعطيونا داك الشيء المناسب لينا اللي خارج لينا. وميتو مرحبا، وحنا الخدمه راه حنا تنديروا خدمتنا وفوق من خدمتنا، تنديروا فوق من الطاقه ديالنا. الله يجازيكم بخير، إلى ما عطيونا القانون ديالنا. هما عاطينا 4 سوايع، حنا تنخدموا اكثر من 4 سوايع ديالنا وما عاطيناش القانون ديالنا. القانون ديالنا راه ما عاطينوش لينا. الله يجازيكم بخير، كنطالبوا بحقنا، ما كنطالبوا بوالو، بحقنا وحنا خدامين، حنا مجاهدين وحنا خدامين. حقاش ما عندناش فين نمشيو؟ اقليم بني ملا صغيره، حنا كنبغينا نخدموا على وليداتنا. الله يجازيكم بخير وشكرا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.